هذا وتستمر على مضمار حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط فعاليات سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2019 للفورمولا 1 وسط أجواء ترفيهية ورياضية ممتعة. حدث عالمي له أبعاد ليست رياضية فقط بل اقتصادية أيضا، لما تشهده المملكة من فعاليات وأنشطة متعددة لها الأثر البالغ في رفض الاقتصاد وازدهاره وزيادة نشاطه بشكل ملحوظ قبل وأثناء وبعد سباقات الفورمولا 1. كل سنة حلبة البحرين الدولية للفورمولا تتطور يوم ورا سنة ورا سنة. هيئة البحرين للسياحة والمعارض طبعا أكيد بالمشاركة ويا إدارة الحلبة وكل الجهات الثانية الرسمية وغير الرسمية تلعب دور كبير في الترويج لهذا الحدث الرياضي اللي يعتبر من الأحداث الرياضية الأولى في الشرق الأوسط. ويستمتع الجماهير بأيام حافلة مميزة، حيث شهدت منطقة الترفيه في قرية الفورمولا 1 حضورا جماهيريا كبيرا، وذلك من خلال الفعاليات المتنوعة والفرق الكوميدية والفنية المتجولة في جميع أنحاء القرية. طبعا هالسنة نشوف حلبة البحرين بشكل مختلف، في اكتيفيتيز وايد حق اليهال حق الكبار، ومو بس حق متابعين السيارات، يعني فعالية جميلة حق كل العائلة يونا. انا امسيت واليوم جيت وان شاء الله بكرة بعد، والاهل وايد مستانسين. المكان كثير حلو، الفعالية كثير حلوة، وهي رابع سنة احنا هون بالبحرين وبنجي كل سنة وكثير مبسوطين. شكرا كثير لكم. جهود المارشالز من أبناء البحرين كان لها الأثر البارز في إنجاح السباق على مدى أعوام، إذ تثري هذه التجربة الشباب البحريني وتثبت في الوقت ذاته قدرته على تنظيم مثل هذه السباقات. سبب مشاركتي في سباقات الF1 اللي هو بيكون شغف لرياضة السيارات، وإحنا كمارشال ما نشارك بس في الF1، في عندنا سباقات وايد نشارك فيها، سباقات وطنية، سباقات عالمية. أجواء حماسية يجتمع فيها محبي الرياضة والترفيه على أرض مملكة البحرين، تجسد قصة نجاح لبلد كان ولا يزال وسيبقى موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط.